قطاع العمران الذي سنوليه كل الاهتمام السنه المقبله ان شاء الله بتفعيل واعاده دراسه وتعديل مشروع قانون التعمير الجديد وطرحه على قبه البرلمان للمصادقه عليه ان الدوله تولي اهميه خاصه للحفاظ على التراث والهويه الثقافيه والدينيه حيث تسعى جاهده لتحفيز المهندسين المعماريين وجميع المتدخلين في مجال التعمير بمعيه الهيئات المهنيه على استعمال العناصر المعماريه والهندسيه والتصميمات الخاصه بكل منطقه في الانتاج المعاصر للعماره الحديثه علما ان الجزائر تتميز بمناطق مختلفه من حيث المناخ والتقاليد